إن رجعنا من جديد ويعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا رب. ودائما يوم جديد ما يدعم المواهب الشابة. طبعا نحب نسمع دائما الموسيقى. اليوم معنا الكلارينت ومعنا ليان مشعل رح تعزف لنا. بنصبح عليك ليان. أهلا وسهلا ليان. صباح الخير. شو الأخبار؟ الحمد لله تمام. شو يعني هالآلة الحلوة هاي؟ طبعا ابني. سلام. بس بدي احكي لك عبطي يعني للكلارينت. بعتبر آلاتي ولادي. فكلارينت اسمه سلام انا بسميه. سلام. اكيد بنصبح على سلام. اهلا وسهلا بيوم جديد. اهلا نورنا. طب ليان احنا دائما بنسمع جيتار عود بيانو. صراحه اسم هاي الاله جديد علينا. كيف عرفتي عليها وقد ايه اخذت منك وقت لحتى تتقنيها؟ هسا هو مبدئيا انا بلشت اول شيء بيانو عمري 7 سنين. اوكي. بس ما حبيت البيانو حولت جيتار. اوكي. ضليت على الجيتار شيء 4-5 سنين ولهسه بعزف جيتار يعني. حلو. بعدين حولت كلارينت لانه. كيف عرفتي عنها؟ كيف سمعتي عنها؟ هو انا بلشت مع العمل للامل فمن الالات اللي كانت انه نختارها الكلارينت. تمام. فانا حسيت انها آلة غريبه ما بعرف حد بيعزفها من قبل. بالضبط. فحكيت ايش غريب. في الله غريب. وآلات نفخيه يعني تحتاج مجهود ونفس كثير كبير. صحيح. طيب احنا بنسمع شيء بالضبط يعني حابين نعرف. أكيد. صوت هالاله. صوت سلام. نعم صوت سلام. ايش تحب تسمع؟ اللي بدك اياه حضرتي لنا. ايش بتحبيه انت بالضبط؟ حزينة؟ لا لا مش حزينة. ممكن تكون لا بس هي هاي اللي عزفتها أنا هي جزء من سماعي جوكسيل باكتاجير. وهي حجاز عشان هيك مبين حزينة. عشان هيك معطي الطابع الحزين. طب أعطينا الطابع الفرايحي زي ولا نريح النفس شوي. بدك كمان شوي ولا عاد زي ما بدكم؟ يلا يلا احنا معك. ليان قد ايه بتحتاج نفس يعني قد ايه بدها تدريبات نفس هسه هي بدها تدريب على النفس حنجره. نعم احكي لي. يعني بدها كثير تدريب على النفس فعليا. بس يعني عادي مجرد ما تتدرب لمده شهر مبدئيا بس تضل كل يوم تتدرب على تمارين النفس. هم ما بيحتاجوا وقت يعني عادي وانت قاعد بتعمل شيء. صح. بس هيك بتحاول تتنفس من بطنك. حلو. بتدرب عضله الحجاب. نعم بس يزبط معك هذا الشيء خلص بصير عادي يعني. ومع الوقت بصير يزيد النفس تاعك. عم تفرقي حالك عليها يعني بانه نفسك عم بطول مع الوقت عم تحسي انك عم تقدري تعطي نفس اقوى على انه صرت اعرف احدد وين اودي نفسي من وين. حلو حلو. طب ليان عمرك هلا 18 العمر كله يا رب. من اي عمر بلشتي عزف الموسيقى؟ بلشت عمري 7 سنين. حلو. أوه. حلو. مبكر. وكيف عم بتقسمي وقتك بين مشاركات بمسابقاته؟ يعني انت اخر مسابقه اخذتي المركز الاول على مستوى المملكه بالمدارس. فكيف عم بتنسقي بين وقتك بالدراسه وتمارين ومشاركات للعزف؟
عادي أنا هسا بس يكون عندي شغلة للموسيقى أو هيك، فأنا بحط براسي إنه أنا هسا بدي أنجز كل المادة تاعت كل هذا الوقت. نعم. بوقت أقصر. حلو. عشان أقدر أعزف. حلو. عشان بحب أعزف يعني، فبحاول أفضي وقتي بأي طرق بس عشان بترتب الوقت إنه أنا لازم أخلص دراسة عشان أقدر أعزف. بالعكس يعني الموسيقى والمشاركات وأي إشي بيجيني برتب لي وقتي أكثر. صح، على فكرة هاي وجهة نظر كثير ممتازة، بأنه خلص بتكوني عارفة أنه أنا عم بعطي إشي حلو، أو خصوصاً أنك أنت بتحبيه يعني زي موهبة أو شغف بالنسبة لإلك. طيب ممكن تغيري الآلة لأنك بلشتي بيانو بعدين رحتي جيتار وهلأ كلارنت. ممكن نستضيفك المرة الجاي آلة ثانية. لا هسه هو أنا بعزف برضو إيقاع وشوية عود. حلو. فأي آلة بلاقيها قدامي يلا تعلميها. شو أكثر آلة بتحبيها؟ كلارنت. يعني هي هذا. طيب شوفي، احنا بدنا نعزف على الجيتار كونك متعددة مواهب العزف يعني. فاحنا محضرين لك الجيتار، رح نعزف شغله على ذوقك. ما بعرف الاشي اللي انت. انا بعزف كلاسيك جيتار. بس تعطيني سلام؟ لا بعطون. لا مستحيل. الا سلام. شفت حب الام كيف؟ مش معقول. هو انا بعزف كلاسيك جيتار، مش زي الكل انه بعزف الجيتار اغاني. اوكي. حاسبكم مقطوع. يلا معك. خطينا لمكان هيك رايق، حسينا حالنا للحظة على البحر. يا ليان، أقرب المعزوفات لقلبك أي ستايل بتحبي؟ هو الكلاسيك، نفس اللي عزفتها. الكلاسيك اللي عزفتيه هلا. روعة. بس هو بياخذنا هلا. هاي أغنية أجنبية هي صحيح؟ هي موسيقى لفيلم. موسيقى فيلم صح. أنا سامعها قبل هيك. بس ممكن أعزف عليها شرقي، ما في مشكله صح. بنعزف عليه شرقي بس مش كثير بزبط لانه عندك الفريتات هون، فما بيطلع معك الاعلام الشرقيه اللي هي نص بمون. اللي هي بتعطيك زي مثلا العود وغيره. مختلف تماما. قد ايه اخذ معك وقت انك تتعلمي؟ هلا انت حكيتي من 7 سنين اكثر من اله. بلشتي تعزفي البيانو. بالجيتار قد ايه اخذ معك وقت؟ هسه الجيتار ممكن تعتبر 4 سنين لأنه أنا بلشت يعني كنت صغيرة، فتكبرت واستوعبت أنه أنا شو بدي أعمل على هاي الآلة. أخذ معي 4 سنين. الكلارنت أقل. الكلارنت أقل. مع أنه بعرف شو بحس الآلات النفخية ممكن تكون أصعب. لا هو أصعب، ممكن تعتبرها أصعب. هو فعليا أصعب لأنه بدك بدها جهد وبدها نفس، بدها أكثر من شغلة. بس بلشت عليه يعني بعمر 16، فكنت فاهمة أنا شو بدي، عارفة لوين رايحة. فبلشت من أول ما بلشت بالآلة وأنا مبلش بتدريب كثير وجهد زيادة، ف يعني خلال سنة كنت عليها. حلو. شو سر حبك للآلات الموسيقية؟ وهل يا ترى في عندكم حدا بالعائلة بيعزف أو إنه خلال المدرسة؟ قولي لنا شو اللي خلاك تحبي. هو ماما وبابا كثير بحبوا الموسيقى وداعم لنا من إحنا صغار يعني. شجعوكم. أنا وأختي عازفين، حتى هسا أختي بتدرس موسيقى كمان. حلو. والله حلو. شو بتعزف آلات؟ هي بتعزف بايلن. بايلن. حلو. أوه منوعين. يعني ماخذين كل الآلات مش خليين. طب مسمية الجيتار ولا ما له اسم؟ جيتاري هذا اسمه زيد. عندي كمان زيد. جيتارات اسماء ثانية. والله والله يعني ما عطيتهم اسماء ولا. ليه كلهم؟ اكيد. فيش ولا انثى.
سلام 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 سلام. في العود تاعي اسمه حليم. بزبط سلام سلام بزبط, بزبط هيك وهيك. طيب ايش نسمع كمان شغلي على الجيتار؟ كمان شغلي على الجيتار بدنا هيك اشي فيه حركة هيك نشوف هيك عرفتي الأصابع هاي ال... اوكي يلا كيف الأصابع؟ شفتيها؟ شفت هاي الموسيقى المحمسة اللي بتعطيكي الهواين ستايل, مش عارف ليش أخذتنا هناك. شكرا لك ليان, نورتينا ليان, شكرا كثير لك. شكرا. في عندك كلمة هيك تحبي تحكيها بالآخر؟ أنا بعرف إنه والدتك موجودة الآن معنا في الاستديو, وجهها تحية وشكرا على دعمها. ولمين تحبي توجهي تحيتك؟ من العيلة, من الأصدقاء, معلمين؟ يعني كل حد بدعمني فعليا بوجه له كثير تحيه. امي وابوي الله يخلي لك, استاذ طارق الجندي اكيد بوجه له تحيه, والعمل للامل اكيد بوجه لهم تحيه اكيد. ومواقع التواصل الاجتماعي موجوده عندك ليان مشعل. ليان مشعل حلو. شكرا ليان. شكرا ليان, شكرا.